مرحب فيكم في هذه الحلقة. من خلال كاميرا التليفون انت اليوم تقدر تطلع بنتائج وايد حلوة، وكذلك تقدر تضبط حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن ستوريك يصير بشكل احلى، كذلك البوستات اللي تنزلها وحتى السناب شات. ولكن التحدي انك شلون تاخذ لقطة او صورة حلوة من خلال كاميرا التليفون. اغلب الناس لما تشوف منظر حلو او لما تبي تصور اي موضوع، ممكن تصور أكل ولا تصور شرب ولا طلعة، تبطل كاميرا التليفون وتصور على طول. ولكن إذا تبي تطلع بنتائج مختلفة لازم نفكر في موضوع وايد مهم. واحدة من أحلى الزوايا اللي ممكن تصور منها اللي هي الزاوية اللي منخفضة، تكون على مستوى الأرض. ليش؟ لأنها تطلع الموضوع بشكل مختلف، العين ما تعودت عليه. فلذلك لو ناخذ الصورة بالطريقة الاعتيادية ما راح تطلع بالجمال اللي ممكن ناخذ فيه واحنا الزاوية تكون منخفضة او تكون نازلة. ثاني زاوية ممكن تصور فيها هي الزاوية المرتفعة، تكون الموضوع تحتك وتكون الزاوية عمودية 90 درجة. ممكن تغير شوي تاخذ زوايا اقل من 90 او اكثر من 90 وتطلع بنتائج مختلفة. كذلك في زاوية وايد حلوة لما تشوف مباني كذي عالية أو أماكن فيها المباني تكون حلوة، اقلب التليفون وخلي الزاوية عمودية لفوق، راح تاخذ صور وايد حلوة بهذه الطريقة. ممكن تغير الزوايا لما تضبط معك صورة حلوة. طبعا الزاوية تغير لك الصورة بشكل كبير، ولكن تخيلوا معاي إذا ضفنا عليها موضوع الإضاءة أو الألوان أو واحدة من قواعد التصوير الفوتوغرافي، أو كذلك ضفنا قصة أو فكرة للصورة، راح تطلع معانا النتائج بشكل وايد أفضل. إن شاء الله في الحلقات الجاية راح نتكلم على هذه المواضيع. لا تنسون سبسكرايب واضغط على علامة الجرس عشان في المستقبل توصلكم مثل هذه الفيديوهات. مشكورين وايد على المتابعة، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية.